نعيش حاليا في عالم واحد، فكمية المعلومات المحملة على الإنترنت كبيرة جدا، ويمكن لها أن تحتوي يوميا 150 مليار كتاب. ومع أن المعلومات المحملة عن طريق الأقمار الصناعية اللاسلكية تأخذ حيزا كبيرا، لكن الغالبية تأتي عن طريق الأسلاك البصرية. يمكن للأسلاك البصرية أن تغلف حالياً الكرة الأرضية بمعدل 35 ألف مرة، حيث سيتضاعف هذا العدد في العقد القادم. يمكن لكل سلك تحمل ما يصل إلى 250 DVD في الثانية. هذا هو الليف البصري، إنه يشابه الشعر البشري. يوجد حالياً 150 مليار كيلومتر من الأسلاك البصرية، أي المسافة بين الأرض وزحل. قام المخترع الفرنسي إيمانويل دي سورفير باختراع المضخمات الضوئية، مما سمح بنقل المعلومات عن طريق الألياف البصرية إلى ثورة اتصالات الإنترنت السريعة. وقد نفذ الفكرة مع زملائه غوندي جيل وديفيد باين، وقد رشح إيمانويل دي سورفير إلى جائزة أفضل مخترع أوروبي لعام 2011 عن مجموع أعماله. الاتصالات البصرية، إنها مجموعة من الألياف البصرية التي تنقل إشارات ضوئية بألوان مختلفة لتنقل نبضات الإنترنت. مبدأها هو هذا ليف بصري قبل أن يصبح بحجم الشعرة. نسلط الضوء من جهة معينة ويصل إلى نهاية الجهة الأخرى. المشكلة أنه عند مسافة معينة لا يمكن للحزمة الضوئية أن تصل بشكل فعال، فلا يمكن تمكين اتصال الإنترنت. فالفكرة هي حصر الإشارة في قلب الليف من الإبريوم، وهي مادة كيميائية يمكن تحريضها من قبل الليزر لتحفظ الطاقة، فتقوم الإشارة باسترداد هذه الطاقة عند مرورها. Lorsque le signal passe à travers la fibre, il va récupérer cette énergie. هذا هو الليزر الذي يضخم الإشارة، وهو موضع على كل 100 متر من السلك. Le signal va pouvoir يمكن للإشارة أن تستمر حتى 100 كيلومتر، أي عندما تصل إلى المكبر وهلو مجرة، حيث يمكن لها أن تعبر المحيط الهادئ. يمكن للألياف البصرية أن تنقل الإنترنت حول العالم بسرعة عالية بفضل هذا الاختراع، مما زاد عامل الاتصال بنحو 100 ألف، أي قدرة عالية لصناعة الاتصالات. ما إحساس أن تكون الأول في التفكير بشيء جديد؟ لا يمكننا أبداً اختراع شيء من الصفر. هناك دائماً من سبقونا من العظماء، من كان لديهم فكرة ولم يتمكنوا من تنفيذها، كما هو الحال الآن بفضل التكنولوجيا الجديدة. إنها خطوة جديدة فقط، تسلق على أكتاف العمالقة كما يقال. العالم في طلب متزايد لاتصال صوتي وسرعة أكبر، كما حصل عند ظهور اليوتيوب، لكن لم يكن هذا ممكناً لولا هذا الاختراع العظيم.